خلال زيارته للأكاديمية العسكرية المصرية، الرئيس السيسي يتفقد الأنشطة التدريبية للطلبة ويشيد بقدراتهم وكفاءتهم. الرئيس السيسي ووزير خارجية إسبانيا يؤكدان رفض التصعيد العسكري بغزة ويحذران من عواقب أي عملية برفح الفلسطينية. بالتزامن مع شهر رمضان، مصر تواصل الإسقاط الجوي اليومي للمساعدة الإنسانية على شمال قطاع غزة. التاسعة مساء السابعة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة. أهلا بحضراتكم، والبداية مع الزميلة آلاء شتاء. إليك آلاء. شكرا جزيلا لك ياسر، أهلا بك وأهلا بكم مشاهدين الكرام. تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأكاديمية العسكرية المصرية ووجه التحية للطلبة بمناسبة شهر رمضان. هذا كما تفقد الرئيس السيسي الأنشطة التدريبية للطلبة وأشاد بقدراتهم وكفاءتهم، مشيرا إلى أن جهود الدولة لإعادة تأهيل البنية التحتية للوصول إلى آفاق أفضل. كما شدد كذلك على أولوية بناء الإنسان ضمن هذه الجهود. كما شهد الرئيس السيسي عددا من الأنشطة والتدريبات للطلبة الذين أنهوا فترة الإعداد العسكري داخل الأكاديمية، وأشاد بالمستوى الذي يتمتع به الطلبة من لياقة بدنية عالية وثقة بالنفس. كما تفقد عددا من مناطق تدريب الطلبة شملت المرور على ميادين الفروسية والوقوف على المستوى الذي وصل إليه طلاب الأكاديمية. وشارك الرئيس السيسي طلبة الأكاديمية العسكرية المصرية وجبة الإفطار وهنأهم بحلول شهر رمضان المبارك. تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الأكاديمية العسكرية المصرية. يرافقه الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبدأ كلامي بأن أنا أوجه لكم جميعا التحية وهنيكم بمناسبة شهر رمضان. كل عام وانتم طيبين. الحقيقة احنا كنا متعودين دايما ان مع قدوم كل دفعة جديدة من الطلبة المستجدين يبقى في زيارة لينا للأكاديمية واللقاء مع الدفعة. انا طبعا متابع التدريب ومتابع الموقف ومتطمن عليكم، لكن ما كنتش عايز ابدا ان يفوتني ان انا التقي بيكم لقاء مباشر كده قبل ما تنزلوا ان شاء الله بعد نهايه فتره التدريب المركز للكليه او للاكاديميه كلها بالكامل. فاسمحوا لي ان انا يعني اقول لكم ان انا مطمن جدا على الجهد اللي بيتعمل والاسلوب اللي بيتعمل. وخليني هنا أتوقف قدام أمر مهم قوي. إحنا عملنا في مصر جهد كبير جدا في تأهيل البنية الأساسية وحاجات كتير قوي تخلي الدولة ممكن تنطلق بفضل الله سبحانه وتعالى إلى آفاق أفضل من كل الوجوه. لكن كمان كان من ضمن المنظومة اللي إحنا بنفكر فيها وبنجري وبنكثف جهدنا فيها هو الإنسان اللي هو العامل البشري في المنظومة. واسمحوا لي أقول لكم أنه هو أهم ما في الموضوع. إن إحنا مهما عملنا ومهما بنينا إن ما كانش في بناء حقيقي من أول التعليم لبقية مؤسسات الدولة، إن ما كناش نقدر نعمل صياغة حقيقية وتطوير حقيقي للإنسان، احنا هيبقى الجهد اللي احنا بذلناه في بقيه الموضوعات هيبقى منقوص، هيبقى مش كفايه. فعشان كده احنا مهتمين قوي بالجهد اللي بيتبذل وبالبرامج اللي بتتحط
والمتابعة الدقيقة للي احنا بنعمله، يا ترى نتائجه واصلة لفين. وبالمناسبة احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده وقلنا ان عملية التطوير هي عملية مستمرة لا تتوقف، وبالتالي احنا لو توقفنا عن التطوير يبقى احنا بنخالف الواقع اللي ممكن يبقى موجود حوالين مننا. موجود قطاعات كتير جدا دلوقتي جوه الأكاديمية، وان شاء الله في المكان الجديد هيبقى في عندنا طاقة استيعاب أكبر من كده بكتير. الهدف منه هو أن احنا ننتقي أفضل ما هو موجود لدينا، وأيضا قطاعات المدنية المختلفة اللي احنا حرصنا على أن هي تبقى موجودة معنا هنا. هو الفكرة كلها زي ما قلت مرة، احنا عايزين إنسان مصري قادر على أن هو يواجه تحدي وقادر على أن هو يقود الدولة دي إلى آفاق أفضل وأرحب. وبالتالي مفيش عندنا غير ان احنا يبقى عندنا إدارة جيدة جدا جدا واستفادة من الموارد، كل الموارد بما فيها الموارد البشرية. ان احنا عايزين مستهدفين أفضل بناء للشخصية، والشخصية اللي احنا بنتكلم عليها هي شخصية متوازنة جدا. مش عايز أطول عليكم، كل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله تنزلوا الأجازة، وخلي بالكم من نفسكم. بلغوا تحياتي وتحيات القوات المسلحة لأسركم، واشكروهم على يعني كل ما فعلوه معكم، وإحنا متشكرين لهم أيضا. وإن شاء الله تقضوا أجازة طيبة ونرجع مرة تانية نستأنف إن شاء الله عملنا. كل سنة وانتم طيبين، شكرا جزيلا. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس شاهد عددا من الأنشطة والتدريبات الرياضية التي نفذها الطلبة المستجدون الذين أنهوا فترة الإعداد العسكري داخل الأكاديمية، حيث أشاد سيادته بالمستوى الراقي الذي يتمتع به الطلبة من لياقة بدنية عالية وثقة بالنفس. كما تفقد السيد الرئيس عددا من مناطق تدريب الطلبة. شملت المرور على ميادين الفروسية والوقوف على المستوى الذي وصل إليه طلاب الأكاديمية. احنا اشتغلنا الفترة اللي فاتت على الخيل، حاولنا ان احنا نعلمهم رياضة جديدة، رياضة الكلة، والحمد لله الطلبة والخيل وصلت المستوى زي ما حسيت ان شاء الله. في امل كبير قوي في ان احنا نعود مصر مرة تانية الى الدور بتاعها اللي كانت في الخيل، ده كان في العشرينات وقبل كده، حتى مصر حاجة تانية خالص، كنت موجودين عشان كده. وشارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي طلبة الأكاديمية العسكرية المصرية تناول وجبة الإفطار، حيث هنأهم بحلول شهر رمضان المعظم. السلام عليكم، تفضلوا استراحة، تفضلوا.
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتزاز مصر بقوة العلاقات الثنائية مع إسبانيا والحرص على مواصلة أطر التعاون القائمة وتوسيعها، خاصة ما يتعلق بتعزيز التبادل التجاري والتعاون التنموي والاستثماري. وخلال استقباله وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل الباريس، ثمن الرئيس السيسي الموقف الإسباني المتوازن من الأوضاع الإقليمية، خاصة موقفها الداعم للحقوق الفلسطينية العادلة وإرساء السلام والأمن بالمنطقة. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل الباريس بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية. وصرح المستشار الدكتور أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن وزير الخارجية الإسباني نقل للسيد الرئيس تحيات وتقدير الملك فيليب السادس ملك إسبانيا ورئيس الوزراء بيدرو سانشيز، وهو ما ثمنه السيد الرئيس مبادلا التحية والتقدير للملك ورئيس الوزراء الإسباني، ومؤكدا اعتزاز مصر بقوة العلاقات الثنائية بين البلدين والحرص على مواصلة أطر التعاون القائمة وتوسيعها، خاصة ما يتعلق بتعزيز التبادل التجاري والتعاون التنموي والاستثماري. وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء ركز على مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث أعرب وزير الخارجية الإسباني عن تقدير بلاده وأوروبا لمكانة مصر كقوة إقليمية رشيدة تعمل من أجل السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ومنطقة البحر المتوسط، منوها وجه الخصوص للدور المصري المسؤول منذ بداية الأزمة في قطاع غزة وحرصها على دفع التهدئة ووقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين، فضلا عن موقفها القيادي عالميا بالتصدي لإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع رغم العراقيل الشديدة في هذا الصدد. وذكر المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس ثمن من جانبه الموقف الإسباني المتوازن من الأوضاع الإقليمية، خاصة موقفها الداعم للحقوق الفلسطينية العادلة وإرساء السلام والأمن المستدامين بالمنطقة. وأكد الجانبان رفض التصعيد العسكري في القطاع وحذرا من أي عمليات عسكرية في رفح الفلسطينية لما ستسببه من عواقب إنسانية وخيمة، كما أكد رفض جميع الإجراءات التي قد تؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، مشددين على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإغاثية بالكميات الكافية للقطاع لإنقاذه من المأساة الإنسانية التي يواجهها، وكذا ضرورة دعم وكالة الأونروا ليتسنى لها القيام بدورها الإنساني في هذا الإطار، مع تأكيد ضرورة اتخاذ خطوات واضحة وملموسة من قبل المجتمع الدولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية وحصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، بما يفتح المجال لتفعيل حل الدولتين باعتباره الأساس لاستعادة الأمن والاستقرار الإقليميين. أعرب وزير الخارجية سامح شكري عن اعتزاز مصر بالعلاقات الثنائية مع إسبانيا، مؤكدا تقدير مصر لجهود مدريد لدفع آليات الاتحاد الأوروبي لمزيد من الاهتمام بالقاهرة سياسيا واقتصاديا. وخلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل الباريس، أكد شكري الاهتمام المشترك بزيادة مساهمة الشركات الإسبانية في جهود مصر التنموية، فضلا عن زيادة الاستثمارات وحجم التجارة بين البلدين. بشكر أيضا إسبانيا على الدور الذي تلعبه في إطار الاتحاد الأوروبي في التعريف بما تواجه مصر من تحديات وضرورة العمل المشترك فيما بين مصر والاتحاد الأوروبي كشريك يعتد به ويعتمد عليه، يتناول القضايا أيضا من منظور مبادئ من احترام القانون الدولي ومراعاة المصالح المتبادلة لكل من مصر والاتحاد الأوروبي، وكان دائما لدور أسبانيا وتعرف بقية أعضاء الاتحاد نظرا لقرب وجودنا في إطار متوسطي، نفهم بعضنا بعض، نفهم التحديات التي تواجهنا، نفهم أنه هناك اختلافات ثقافية لابد من مراعاتها. كما أكد وزير الخارجية توافق الرؤى المصرية الإسبانية حول ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة،
فضلا عن رفض البلدين محاولات تصفية القضية من خلال تهجير الفلسطينيين. وشدد شكري كذلك على اتفاق الجانبين على ضرورة ضمان استمرار نفاذ المساعدات لغزة. بالتأكيد أنه رؤانا متسقة فيما يتعلق بالأوضاع في غزة، سواء من حيث ضرورة وقف إطلاق النار الفوري، مراعاة الحالة الغير مسبوقة للضحايا المدنيين وما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة من صعاب بالغة وصلت إلى حد المجاعة في الشمال، عدم القدرة حتى الآن على توفير المساعدات بالكميات الكافية نظرا للإجراءات المعقدة والمتعمدة التي تتخذ من قبل الحكومة الإسرائيلية، ضرورة رفع مستوى المساعدات التي تصل لمواجهة التحديات اللي يواجهها الشعب الفلسطيني، الإدراك الكامل لمخاطر أي أعمال عسكرية في منطقة رفح في ضوء التكدس من الفلسطينيين في هذه المنطقة، المخاطر المرتبطة باستمرار الإجراءات الإسرائيلية العسكرية وغير ذلك للدفع بنزوح الفلسطينيين سواء من قطاع غزة أو من الضفة الغربية لتصفية القضية الفلسطينية ولانتقال العبء إلى دول الجوار. من جانبه أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألبريس الدور المهم والبارز الذي تلعبه مصر من أجل التوصل لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة. من النقاط الهامة التي تحدثناها اليوم هي المسائل المتعلقة بقطاع غزة، ونحن على صلة وشيك، نحن والمعالي وزير خارجية مصر منذ بداية هذه الأزمة على صلة وثيقة باستمرار، وبالتالي أتوجب خالص شكر على التعاون المستوان الذي سمح أن ننسق معا الهدف الواحد الأوحد الذي ندافع عنه هو السلام. نسعى في السلام سواء في فلسطين سواء في المنطقة سواء لكل دول الشرق الأوسط، وبالتالي أحب أن أشير إلى أهمية التعاون والقيادة المصرية والدور الذي تلعبه مصر فيها في التفاوضات من أجل أن الحصول على شيء أسبانيا تبحث عنه، أن نقف النار. وبالتالي الدور الذي تلعبه مصر هو دور هام، وهو الدور الذي تدافع عنه وتساهم به مصر هو المساهمات ومساعدة المجتمع المدني في غزة، وأخيرا وليس آخرا أيضا أن نضع إطار يسمح لفلسطين تعيش في سلام. ودعا وزير خارجية إسبانيا لضرورة تفعيل حل الدولتين مشددا على أهمية تنظيم مؤتمر دولي جديد دعم لدولة فلسطينية مستقلة تعيش في سلام واستقرار. مصر والولايات المتحدة الأمريكية وقطر بالفعل منذ الوقت الأول بدأت تشغل كل الآلية الدبلوماسية والوساطة من أجل إيقاف النار، وإسبانيا تساند بكل قوتها هذا القرار. هذه هي الخطوة الأولى في سلم طويل لإنجاز القول، وعلينا أن نصعده من أجل أن نتمكن من إيجاد الحلول حل الدولتين. هذه الرؤية السياسية، هذه الرؤية هي الواضحة التي لا رجعة فيها، هي أفضل إجابة وأفضل سند للسلطة الفلسطينية من أجل أن تقوم بالمهام الصعبة هو إعادة بناء غزة. استمرارا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصلت القوات الجوية المصرية تنفيذ المهام الإنسانية والإغاثية العاجلة في إسقاط عشرات الأطنان من المساعدات الغذائية والاحتياجات الحيوية الملحة التي يتم إنزالها جوا بشمال قطاع غزة بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية وعدد من الدول المشاركة بالتحالف الدولي. يأتي ذلك فيما تتواصل الجهود والمساعي المصرية من أجل دخول المزيد من الإمدادات والاحتياجات الأساسية عبر معبر رفح البري بالتنسيق مع كافة القوى الإقليمية والدولية والمؤسسات الأممية الفاعلة لدعم الأشقاء الفلسطينيين من سكان قطاع غزة. استمرارا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، واصلت القوات الجوية المصرية تنفيذ المهام الإنسانية والإغاثية العاجلة
في إسقاط عشرات الأطنان من المساعدات الغذائية والاحتياجات الحيوية الملحة التي يتم إنزالها جواً بشمال قطاع غزة، وذلك على مدار يومي 13 و14 من مارس لعام 2024 بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية وعدد من الدول المشاركة بالتحالف الدولي. يأتي ذلك فيما تتواصل الجهود والمساعي المصرية من أجل دخول المزيد من الإمدادات والاحتياجات الأساسية عبر معبر رفح البري، بالتنسيق مع كافة القوى الإقليمية والدولية والمؤسسات الأممية الفاعلة لدعم الأشقاء الفلسطينيين من سكان قطاع غزة. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة العشرات في غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت مركزا لتوزيع المساعدات في مخيم النصيرات للاجئين. وتؤكد بيانات الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 31,341 شهيدا أغلبهم من الأطفال والنساء، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 7 مجازر بحق العائلات في القطاع أسفرت عن استشهاد 69 فلسطينيا وإصابة 110 آخرين خلال الساعات 24 الماضية. وصف وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية للأمم المتحدة ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث، وصف الأنباء عن قصف منشأة الأونروا بأنها مدمرة لطواقم وكالات الإغاثة في القطاع. وشدد المسؤول الأممي على ضرورة حماية عمليات الإغاثة التي تشتد الحاجة إليها في غزة، كما استنكر المسؤول الأممي التهديد الذي يتعرض له فرق الإغاثة مطالبة بضرورة حمايتهم، كما دعا لبذل الجهود للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار. قصفت طائرات الاحتلال أنحاء متفرقا في قطاع غزة في اليوم 60 بعد 100 من العدوان الإسرائيلي. وقصف الاحتلال مخيم البريج وسط قطاع غزة وتجمعا للفلسطينيين أثناء انتظارهم وصول مساعدات إغاثية عند دوار الكويت في حي الزيتون بالمدينة، كما قصف الاحتلال منطقة المغراقة ومخيم النصيرات ومدينة الزهراء ومدينة خان يونس، بينما أطلقت زوارق الاحتلال قذائف سقطت قرب خيام النازحين في المواصي غربي خان يونس. فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على موقعين استيطانيين وثلاثة مستوطنين في الضفة الغربية في أحدث تحرك ضد النشاط الاستيطاني الإسرائيلي. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية أنه من الضروري لإسرائيل أن تتخذ إجراء إضافيا لوقف عنف المستوطنين ومحاسبة المسؤولين عنه، مضيفة أن واشنطن ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المتورطين في أعمال العنف المتطرفة وتهديد السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية.
قال تشاك شومر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي إنه يتعين على إسرائيل إجراء تصحيحات كبيرة في المسار لتحقيق سلام دائم مع الفلسطينيين. وفي خطاب أمام مجلس الشيوخ ذكر شومر أن رفض إسرائيل لحل الدولتين خطأ فادح، وحث المفاوضين على فعل كل شيء ممكن لتأمين وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين وإيصال المساعدات إلى غزة. أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الإجراءات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي في القدس عامة وفي محيط المسجد الأقصى المبارك خاصة، وذلك لمنع وعرقلة وصول المصلين إلى المسجد. ونددت الوزارة في بيان بتركيب الاحتلال الحواجز الحديدية على 3 من أبواب الأقصى في محاولة لإدخال المزيد من التغييرات على الواقع التاريخي والقانوني والسياسي القائم في الحرم القدسي. واعتبرت أن هذه الإجراءات انتهاك فاضح للقانون الدولي والتزامات القوى القائمة بالاحتلال تجاه دور العبادة وحرية الوصول إليها، مطالبة بتدخل دولي عاجل لوقف تغول الاحتلال على القدس ومقدساتها. قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن الكارثة الإنسانية في غزة ليست طبيعية بل من صنع الإنسان، وشدد بوريل على ضرورة ممارسة مزيد من الضغوط على إسرائيل لفتح المعابر أمام دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة. صادق البرلمان الأوروبي على قرار يدين بشدة تعطيل إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي يتعرض لحرب مدمرة منذ أكثر من 5 أشهر. وندد البرلمان الأوروبي بمهاجمة إسرائيل قوافل الإغاثة داعيا إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار. من جانبها أوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين أن هناك حاجة لدخول ما لا يقل عن 500 شاحنة أو ما يعادلها من المساعدات إلى غزة يوميا، مضيفة أن مبادرة إرسال المساعدات الإنسانية من قبرص إلى غزة ليست بديلا للوصول الإنساني عبر الطرق البرية. كلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس الدكتور محمد مصطفى بتشكيل الحكومة 19. كلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس مستشاره الاقتصادي الدكتور محمد مصطفى بتشكيل الحكومة، ويحل مصطفى محل رئيس الوزراء السابق محمد أشتية الذي استقال مع حكومته في فبراير. وكلفه عباس في ذلك التوقيت بتسيير الأعمال لحين اختياره لرئيس وزراء جديد. انضمت مصر للبيان المشترك الذي أيدته 67 دولة بمجلس الأمن لتأكيد الالتزام ببناء السلام ومنع النزاعات. وقال السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة إنه من الضروري أن تتعاون الدول الأعضاء لتعزيز السلم ودفع دور الأمم المتحدة في منع نشوب النزاعات وتطوير نهج شامل يعالج الأسباب الجذرية لهذه النزاعات، مؤكدا اعتزاز مصر كونها من الدول الرائدة في مجال بناء السلام في الأمم المتحدة. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وجود مؤشرات إيجابية بشأن حجم التدفقات الدولارية حاليا، سواء من تحويلات المصريين بالخارج أو التنازل عن الدولار في فروع البنوك ومكاتب الصرافة. وخلال ترأسه اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية أوضح مدبولي أن الطلب على الدولار وفقا لما أكده محافظ البنك المركزي بدأ في الانخفاض في ظل الإتاحة الواسعة التي أتاحها البنك والإسراع في الإفراج عن البضائع من الجمارك في الأيام الأخيرة. وصرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن الاجتماع شهد استعراض الخطوات التنفيذية وإجراءات الإصلاح الاقتصادي المالي والنقدي التي تم التوافق عليها وحددتها الدولة في برنامجها مع صندوق النقد الدولي، خاصة ما يتعلق بترشيد الاستثمارات الحكومية واحتواء التضخم وتخفيض حجم الدين وغيرها من الملفات.
تابع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في اجتماع الإجراءات التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للصناعة وتحسين التجارة، والتي تتضمن شرح الوضع الحالي للصناعات المصرية وتجارب الدول الأخرى، بالإضافة إلى عرض القطاعات التي تم دراستها، مضيفا أنه تم كذلك تناول الرؤية الاستراتيجية لمركز تحديث الصناعة في هذا الشأن. واستعرض الاجتماع تشكيل فريق عمل الاستراتيجية ومقارنة نمو القيمة المضافة الصناعية في مصر بعدد من الدول الأخرى ومعدلات التصدير في مصر من حيث القطاع والحجم. واحتوت الاستراتيجية كذلك على التحديات التي تواجه قطاع الصناعة في مصر وعدد من المحاور المقترحة للإصلاحات ذات الأولوية. ووجه مدبولي بضرورة تحديد خطة عمل تنفيذية لكل قطاع من هذه القطاعات ليتم بدء العمل على الفور لتنفيذ الاستراتيجية. كما أكد رئيس الوزراء على ضرورة الاهتمام بال 152 صناعة التي تم تحديدها للحاجة إليها، خاصة أنها ستخفض من فاتورة الاستيراد، بحيث يكون لدينا مستهدفات من المصنعين العالميين، بالإضافة إلى الترويج للمحفزات التي تم اعتمادها بشأن تلك الصناعات. توقعت وكالة فيتش أن تتحسن سيولة العملات الأجنبية في القطاع المصرفي في مصر بشكل ملحوظ بعد صفقة الاستثمارات الأخيرة والإعلان عن اتفاق بشأن برنامج دعم معزز من صندوق النقد الدولي. وتوقعت الوكالة أن تتلقى مصر تدفقات كبيرة من النقد الأجنبي خلال الأشهر القليلة المقبلة، كما توقعت كذلك ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر عام 2024-2025. تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه مجددا خلال التعاملات، إذ سجل هبوطا إلى 48.4. هذا وتراجع الدولار عدة مرات متتالية في رحلة صعود متتالية للجنيه في ظل ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، حيث تمكنت البنوك من تلبية جميع قوائم انتظار العملة الصعبة عقب تحركات الحكومة والبنك المركزي. قال رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي هشام عز العرب إنه بعد أسبوع من تحرير سعر الصرف أصبحنا نسير على الطريق السليم، وأضاف أن أول مقياس للنجاح تحقق بتوفر السيولة في مساراتها الشرعية، ويتبقى الهدف الأسمى لاستقرار حياة الدول والشعوب وهو استهداف التضخم، وأن ذلك سينجح في الأساس من خلال السيطرة على الاقتراض والعجز الكلي للموازنة العامة وتخفيض الدين العام. يشارك 11 بنكا برعاية البنك المركزي في المرحلة الثانية من مشروعات مؤسسة حياة كريمة، والتي تستهدف النهوض بالخدمة المقدمة للمواطنين عبر إتاحة الخدمة المصرفية والمالية في 20 محافظة و52 مركزا و1667 قرية. يأتي ذلك استمرارا لجهود القطاع المصرفي في مساندة استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030. كما يأتي ذلك بعد المشاركة الفعالة للبنوك تحت رعاية البنك المركزي في المرحلة الأولى خلال الفترة من يوليو 2021 وحتى ديسمبر 2023، والتي أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتمكينهم اقتصاديا. وكان من بينها تركيب نحو 1217 ماكينة صراف آلي جديدة وافتتاح وتطوير 14 فرعا للبنوك، فضلا عن توفير نحو 1,300,000 منتج مالي، إلى جانب إتاحة تمويلات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بنحو 32,700,000,000 جنيه.
في إطار مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية، واصلت وزارة الداخلية توزيع عبوات غذائية على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا بمختلف محافظات الجمهورية بمناسبة شهر رمضان. احنا ولادك يا بلادي بتجري في دمنا، احنا اللي لما بتنادينا معاكي كلنا، بلادي سد ومنيع وفوق الجميع. تستمر النجاحات التي تحققها مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. من هذا المنطلق واصلت الوزارة فعاليات مبادرة كلنا واحد لتوزيع مساعدات عينية على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك. وعيش حرة يا بلادي في كل الأزمنة، ووقت لما تحتاجينا ربنا يديك الصحة وطولة العمر يا سيادة الرئيس، ومشكرين على الزيارة ده وبالكراتين الحلوة ده، وربنا يديك الصحة يا ولدي. مسؤولية وشرطة شعب، احنا ايدنا واحدة على الغريب. الرئيس ده حبيبنا، ده حبيب الملايين وحبيب النوبيين بالذات. يا مصر اللي شمسك لا يمكن تغيب، انا جنبك تملي ومنك قريب. ربنا يخلينا الرئيس ووزارة الداخلية يا فندم، كل سنة طيبين. يا مصر اللي شمسك لا يمكن تغيب، أنا جنبك تملي ومنك قريب. أنا أديلك عيني. احنا مبسوطين النهاردة، وإن انت جيتونا برضو ضباط أسوان وديتنا كراتين ويحيى عبد الفتاح السيسي. ولادها أبطال أسود وقد العهود، وجوا قلوبهم حبها. يا مصر اللي شمسك نشكر سيادة الرئيس ونشكر الضباط اللي مشرفين النهاردة، ونقول لهم كل سنة وانتم طيبين، واحنا كلنا شعب واحد على رجل واحد، ونقول لسيادة الرئيس كل سنة وانتم طيبين بحلول شهر رمضان. احنا مصر ومصر احنا في كل ساعة، والحكاية مستمرة من سنين. انطلقت مأموريات وزارة الداخلية إلى جميع المحافظات للوصول إلى مستحق هذه المساعدات من المواطنين لتقديم الدعم والمساندة لهم ورسم الفرحة على وجوههم بمناسبة شهر رمضان المبارك. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. وبلدك التاريخ من بعدها، كلنا مؤمنين بحبها من سنين في كل. شكرا يا سيادة الرئيس، مش مخلينا محتاجين حاجة، كل سنة وحضرتك طيب وشعب مصر طيب إن شاء الله. كل واحد فينا شرطة ولا شعب، حبها في قلوبنا بعد الدين دي. كل سنة وانت طيب والسيسي طيب، وخليه طول عمر ويصلح حاله يا رب. يا مصر ياللي شمسك لا يمكن تغيب، أنا جنبك تملي ومنك قريب. أنا اديلك عينيا وقد المسؤولية. نشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على مبادراته، مبادرة كلنا واحد، ونشكر رجال الشرطة اللي هم واقفين مع كل حي العين الساهرة. وبلدك التاريخ من بعدها، كلنا مؤمنين بحبها من سنين في كل جيل. بطل تمل شايل اسمها، وكل ليل بيجي بعد منه فجر هادي كانت زمان. وبلدك التاريخ من بعدها، فرحانة دايماً إن انتوا واقفين جنبينا وعلى طول في الفيوم معانا في كل مناسبة حلوة ما بتسيبناش. احنا حاسين في فرحة جديدة قوي، وكل سنة وانت طيب يا ريس، ومناسبة شهر رمضان، ويعود عليك الأيام بخير. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. يا مصر ياللي شمسك لا يمكن تغيب، أنا جنبك تملي ومنك قريب. أنا اديلك عينيا وقد المسؤولية، وشرطة شعب احنا ايدنا واحدة. بشكر سيادة الرئيس على مبادرة كلنا واحد، وبشكر وزارة الداخلية انها جات لحد عندنا هنا في يوم جديدة. وكل سنة حضراتكم طيبين ورمضان كريم يا رب عليكم جميعا. هنديلك عينيا وقد المسؤولية، وشرطة شعب احنا ايدنا. الضباط جالي كلهم النهاردة والدنيا الهدية بتاع الرئيس، وربنا يبارك فيه وربنا يسترها عليه يا رب. في كل جيل بطل تملي شايل اسمها، وكل ليل بيجي بعد منه فجر هادي.
تأتي هذه المساعدات في إطار مبادرة كلنا واحد إسهاما من وزارة الداخلية في توفير جزء من احتياجات المواطنين لتخفيف العبء عن كاهلهم. كل سنة وانت حضرتك طيب يا ريس، وانت دايما فاكرنا مش بتنسانا أبدا، وانت معانا وفي قلوبنا. كرتونة دي مفرحانة يا ريس والله، كل سنة وانت طيب تعدلها بخير يا رب. مصر ومصر احنا في كل صعب، والحكاية مستمرة من سنين. أنا مش مصدق والله ان انت جبتنا عند الغيط، ألف ألف شكر. انت عايشنا في حياة كريمة ومش ناقصنا أي حاجة والله. يا مصر ياللي شمسك لا يمكن تغيب، أنا جنبك تمام. كل سنة وأنت طيب يا ريس، اللي أنت بتسأل علينا وبتسأل على حياة كريمة ومعيشنا في أمان. في كل جيل بطل تملي شايل اسمها، وكل ليل بيجي بعد منه فجرها. ألف شكر وتحيا مصر. يا مصر ياللي شمسك لا يمكن تغيب. دائما ما تحرص وزارة الداخلية على دعم ومساندة المواطنين، وهو الهدف من مبادرة كلنا واحد التي أطلقتها الوزارة لتحقيق التكافل الاجتماعي وتوفير حياة كريمة للمواطنين. مبادرة كلنا واحد جت من أسيوط النهاردة، وبنشكر سيادة الرئيس على المبادرة اللي هو عملها لنا. نشكر رجال الشرطة ونشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. في كل جيل بطل تملي شايل اسمها، وكل ليل بيجي. شكرا ان جيتوا شرفتونا في صيت الجدودة، شكرا لسيادة الرئيس مفتكرنا على رمضان. في كل جيل بطل تملي شايل اسمها، وكل ليل بيجي بعد منه فجرها. دي كانت زمان وبلدي جدا تاريخ من بعد. نشكر الرئيس اللي هو فكان قبل رمضان، وكل سنة هو طيب. كل سنة طيبين وبعد الأيام تحيا مصر. احنا مصر ومصر احنا في كل صعب، والحكاية مستمرة من سنين. كل واحد فينا شرطة ولا شعب، حبها في قلوبنا بعد الدين دي. نشكر الرئيس على مبادرة كلنا واحد، تحيا مصر. كلنا مؤمنين بحبها. في إطار سعي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي للتدخل المباشر لدعم الأسر الأولى بالرعاية، وصل عدد المستفيدين على مستوى الجمهورية لأكثر من 19 مليون مستفيد، بإجمالي متوسط تكلفات تزيد عن 1,800,000,000 جنيه. وتتنوع المساعدة المقدمة للمستفيدين ما بين كراتين رمضانية ووجبات ساخنة وتوزيع لحوم وكروت مساعدات، بالإضافة لتوزيع الملابس وإعادة إعانات الزكاة وموائد الرحمن ومعارض السلع الغذائية المخفضة، بالإضافة للقوافل الطبية المجانية متعددة التخصصات، وكذلك الفعاليات الترفيهية المستمرة طوال الشهر الكريم. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا.
وردنا هذا الخبر العاجل، حيث أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، حيث تم تبادل أخلاص التهاني بحلول شهر رمضان المعظم. وقد أعرب الرئيس السيسي عن تمنياته بأن يتقبل الله سبحانه وتعالى خالص الأعمال، وأن يعيد هذه الأيام المباركة على القيادة والشعب السعودي الشقيق بالخير والبركات تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. ومن جانبها ثمن ولي العهد السعودي اللفتة الكريمة معربا عن أطيب تمنياته بدوام الخير والأمن والرخاء في مصر، وأن يفيض المولى عز وجل بكرمه على الأمتين العربية والإسلامية. ورد هذا الخبر العاجل، أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، حيث تم تبادل أخلص التهاني بحلول شهر رمضان المعظم. وقد أعرب الرئيس السيسي عن تمنياته بأن يتقبل الله سبحانه وتعالى خالص الأعمال، وأن يعيد هذه الأيام المباركة على القيادة والشعب السعودي الشقيق بالخير والبركات تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. من جانبه ثمن ولي العهد السعودي اللفتة الكريمة معربا عن أطيب تمنياته بدوام الخير والأمن والرخاء في مصر، وأن يفيض المولى عز وجل بكرمه على الأمتين العربية والإسلامية. استمرارا لجهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تسعى مؤسسة صناع الحياة للتدخل المباشر والسريع في جميع أنحاء الجمهورية بصورة كاملة ودائمة. المزيد مشاهدينا الكرام نتابعه في سياق العرض التالي. تحت لرعاية الأسر، تحت مظلة جهود التحالف الوطني للسعي الدائم والمباشر في جميع أنحاء الجمهورية، سعت مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتوفير وجبات ساخنة وملابس خلال الشهر الكريم. تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تعمل جمعية الأرمان الخيرية على تركيب وصلات مياه للأهالي الأولى بالرعاية داخل منازلهم بمحافظة سوهاج، وذلك ضمن مبادرة خير بالتقسيط. المبادرة الإنسانية خير بالتقسيط تعد من أبرز المبادرات التي ينفذها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي للأسر الأكثر احتياجا في كل محافظات الجمهورية. هذه المبادرة تعمل على تركيب وصلات مياه شرب نقية لتوفر حياة كريمة لغير القادرين، وتضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة. بصدد توصيل مياه الأهالين في قرية الصمتة داخل مستهدف 1650 حالة بمركز البليانة، إن شاء الله سوف يتم تنفيذه خلال شهر رمضان. حاليا قربنا من تنفيذه أصلا، يعني بدأنا من حوالي أسبوع.
ان شاء الله هيتم توصيل المياه كامله للحالات المستحقه، من تركيب عداد، من تركيب وصلات، من توريد داخل الشركه، من المعاينات، من المقايسات، من كل التفاصيل مجانا باذن الله. النهارده احنا بنستكمل في البروتوكول الثالث بتاع المبادره، شغالين النهارده في قريه الصمطه وبني حميل وبرخيل والحركه بحري، استكمالا في مركز البليانه لتركيب 1600 وصله. تشكر جمعيه الاورمان والتحالف الوطني انهم جو يسالوا فينا النهارده على اساس انهم يركبوا لنا ميه ونستفادوا بميه نظيفه مكان الميه الصفراء ميه الطرمبه. احنا طبعا مبسوطين ومرتاحين، وارتحنا اكثر لما جات المشروع الميه الطبيعيه دي غير الطرمبات. ومنذ انطلاق المبادره في سوهاج تم تركيب 4815 وصله من اجمالي 8000 وصله مستهدفه في 60 قريه بمحافظه سوهاج بتكلفه اجماليه تصل الى 30 مليون جنيه. يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي دعمه للأسر الأولى بالرعاية بمحافظات الجمهورية خلال شهر رمضان المبارك، حيث يتم إعداد وتجهيز نحو 47 ألف وجبة ساخنة بواقع 1550 وجبة إفطار صائم يوميا بالخيمة الرمضانية بمحافظة مطروح، وذلك ضمن حملة إفطار صائم. وصلنا بحضراتكم إلى ختام نشرة الأخبار، وإليكم أهم ما جاء فيها. خلال زيارته للأكاديمية العسكرية المصرية، الرئيس السيسي يتفقد الأنشطة التدريبية للطلبة ويشيد بقدراتهم وكفاءتهم. الرئيس السيسي ووزير خارجية إسبانيا يؤكدان رفض التصعيد العسكري بغزة ويحذران من عواقب أي عملية برفح الفلسطينية. وبالتزامن مع شهر رمضان، مصر تواصل الإسقاط الجوي اليومي للمساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة. ختاما مشاهدينا، لمزيد من الأخبار يمكنكم دوما تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. كنا مع حضراتكم في هذه الجولة الإخبارية، ياسر عبد الستار وأنا آلاء شتاء. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.